والله العظيم والله العظيم حرام عليكم لما يبقى كل ماتش كده. محمد ابو تريكه لما جاله عرض السعوديه نزل قلب الدنيا بعده، عشان ما كانش نفسه يمشي ويسيب النادي الاهلي. انما انت يا عم الشناوي من ساعه ما جالك العرض عملت ايه في كاس العالم ولا عملت ايه هنا؟ عم اسكت يا عم، فالحك في المشاكل وتقعد تمسك لنا في الناس في الملعب يا عم. خليك في كورتك وخليك في النادي الاهلي يا عم. يا عم انت والمصحف ما حسينا ان انتوا عمركم ما لعبتوا كوره، بتلعب مع فرقه كل كوره كور بالونيه. والله ما هي فرق الكوره ولا تعرف حاجه عن الكوره. انت يا عم بتعمل ايه كده معانا يا عم؟ هنا اصلك يا عم، يا عم عاوز تمشي مضغور في نصيبك يا عم وتسيبنا في حالنا يا عم. حد حاشك يا عم من الماشي؟ ما تمشي يا عم، انت بتحرق في دمنا ليه؟ ما قلت لك 100 مره احنا الناس متغرب عن اهالينا عشان بنشجع النادي الاهلي ولا فك علينا غربتنا. انت نازل بتحرق في دمنا ليه يا عم؟ قال في ايه؟ اللعبة نازلة ولا اللي واكلة قش؟ كنا بنقلص على لعيبة الزمالك؟ في ايه يا ابني انت؟ هو يا ابني انتوا جايين ضدنا يا ابني؟ هو انتوا كل ما تروحوا كأس العالم وتيجي تحرقوا في دمنا؟ كل ما تروحوا كأس العالم وتيجي تحرقوا في دمنا؟ انتوا عاوزين ايه مننا بالظبط يعني؟ ايش الناو؟ ده لو جبنا عيل بشخة لسه هيقف هيصد الكرة اللي دخلت في الجون دي. وربك سترها من التسلل وربك سترها من غير ايه يا عم؟ في ايه؟ خرب بيتك عيل، ورقيت فرقه؟ ده انت ما حصلتش حتى رئيس انفار ورا الفرقه، ده رئيس الانفار بقى في خلي الانفار تشتغل. في يا ابني احنا كل اللي ما يجي لك عار ده يتحرق دمنا؟ ما تمشي يا عم وتسيبنا في حالنا يا عم. يقف بقى مصطفى شبير ولا يقف اي حد يا عم. والله المدرب احلى حاجه عملها اللي هو نزل الواد الباك الشمالي الناشئ ده محمد اشرف، ويا ريته كان نزل علي لطفي. بلاش حرق دم يا عم.